ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. دي النهارده هعلمكم ازاي نعمل الصوره اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو. فلو حابين تعرفوا ازاي عملت الصوره دي وانا في البيت وبطريقه سهله قوي قوي قوي، كملوا الفيديو للاخر. كل اللي هنحتاجه في الفيديو ده او في يعني عشان نعمل الصوره دي، نظاره. اي نظاره عندك ان شاء الله بتاعت مامتك، هتلبسيها بالشكل ده، تعمليها كده. هتشوفوا دلوقتي في السكرين فيديو انا هتصور الصوره ازاي، او انا صورت الصوره ازاي، وايه الايديت اللي عملته فيها، وازاي غيرت لون عيني، وكل الكلام ده. فتابعوا الفيديو للاخر. وزي ما انتوا شفتوا كده صورنا الصوره. دلوقتي طبعا احنا ولا عملنا اي حاجه، انا وريتكم اتصورت الصوره ازاي. دلوقتي هنبدا في الخطوه اللي بعد كده، ان احنا هندخل الصوره على برنامج بيكسارت، على برنامج لايت روم، وهتشوفوا يعني الشكل في الاخر هيطلع عامل ازاي. وانتوا كده كده شفتوا الصوره، بس هتشوفوا يعني هنتعب قد ايه في الصوره. وفي الاخر بصراحه الصوره تستحق، فنكمل الفيديو الاخر. ونسيت اقول لكم ان انتوا يعني عايزه الفيديو ده يبقى كله لايكات 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 لايكات، وعايزاكم في الكومنتس كمان تكتبوا لي رايكم وتقولوا لي حابين اكمل لكم في النوع ده من الفيديوهات ولا لا. دلوقتي هعلمكم طريقه العدسات. بنفتح برنامج بيكس ارت، بنجيب اي شكل عدسات عندنا احنا حابين نركبه من الستيكر او اي صوره نحملها، صوره لينزز، وبنبدا ان احنا نصغرها على حسب حجم العين، وبنقلل الشفافيه بتاعتها عشان تبقى مناسبه. وبنيجي عند كلمه دمج، وبنبدا نختار الخيار اللي هو لايتن ده، وبنبدا ان احنا نظبطه على شكل العين. وطبعا عندنا الاستيكه بتاعتنا عشان لو حابين ان احنا نمسح الزوايد، او لو في حاجات طالعه بره العين، او لو انتوا شايفين ان يعني في حاجات مش متظبطه، بنظبطها بالاستيكه. تمام. وزي ما انتوا شايفين كده عملنا اول عين، بندوس على الصورة وبناخدها كوبي تاني وبنحطها على العين التانية بالشكل ده اهو. خدناها حطيناها على العين وبنظبطها، وكده نكون عملنا العين الملونة. وطبعا مع الايديت كل الكلام ده بيتظبط اكتر. واللي بعد كده هنبدأ ان احنا ندخل على برنامج لايت روم، بنبدأ نعمل الصورة اوتو. بعد كده بنبدأ ان احنا نختار الفلاتر من ضمن الفلاتر اللي احنا كنا عاملينها في اي مرة، وهنبدأ نلعب فيها. الفلتر ده هحطلكو اللينك في الديسكريبشن بوكس للطريقة بتاعته اللي كانوا عايزين يعرفوه. وهنبدأ ان احنا نظبط شوية حاجات في التكتشر والكلاريتي والحاجات دي. طبعا انتوا هتشوفوا طريقة الفلتر ده في اللينك اللي هسيبهالكوا في الديسكريبشن بوكس. وهنا ظبطت بس شوية حاجات في اللون الأحمر، غمقت الروج شوية. كل الكلام ده يعني هتعرفوا تعملوه مجرد ما تفتحوا البرنامج. الناس اللي بتسألني برضو على برنامج لايت روم المهكر، يا جماعة أنا مش بستخدم المتهكر، أنا بستخدم البرنامج العادي جدا، بتحملوه وبتعملوا عليه أكاونت سواء على الفيسبوك أو على الجيميل وبيفتح معاكو. وهنا بس حبيت أغير في اللون بتاع الأزرق شوية والأصفر شوية، فتحته كده وبس كده. قعدت أظبط شوية حاجات في الإيديت زي ما انتوا شايفين كده، لغاية ما طلعت معايا النتيجة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
عشان نحفظها دوسنا على علامة الشير وعملنا لها اكسبورت، وهنبدأ ان احنا دلوقتي ننقلها على برنامج بيكس ارت علشان قادر نحط اللوجو بتاعنا ونعمل الفوتوشوب اللي انا وريته لكم. دلوقتي ودخلنا على برنامج بيكس ارت وهنبدأ نحط اللوجو بتاعنا، انا حطيته فوق. ولو حابين ننزل لكم شروحات طبعا من طريقة عمل اللوجو ده اتعمل ازاي وازاي نحطه على الصور بطريقة صحيحة وازاي نختار المكان الصح، برضو اكتبولي في الكومنتس. ولو حابين يعني اعمل لكم الفكرة دي، لان انا ما بحبش اضيع وقت في حاجة انتوا يعني مش محتاجينها او مش عايزينها. اهو كده زبطت اللوجو، عملت علامة صح. اهم حاجة ما نخليش اللوجو لا كبير ولا صغير، يعني احنا بنخليه حاجة في الوسط. في صور اوقات بنحتاج ان احنا نصغره جامد، في صور بنحتاج ان احنا نخليه باين وواضح. فانا شايفة ان هو كده محطوط بطريقة كويسة. تمام، هندوس بقى على علامة صح وهنبدأ ان احنا نسيف الصورة بتاعتنا. طيب كده نكون خلصنا الصورة، اتمنى الصورة تكون عجبتكم وتكونوا طبعا عملتوا لايك للفيديو، واكتبوا لي في الكومنتس حابين اعمل لكم ايه الفترة اللي جاية، وحابين اكمل في موضوع التصوير ده ولا انوع في اللبس بقى والميك اب والحاجات دي. وبحبكم قوي 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 قوي، ويلا باي.